اهلا وسهلا بيكم مواليد برج العقرب. برج العقرب برج مائي، حاكم البرج كوكب بلوتو والمريخ. طيب، بالنسبة لطبيعة البرج، مائي، بيبتدي من 23 اكتوبر ل 22 نوفمبر. طبعا اللي من 23 اكتوبر ل 30 اكتوبر بيكونوا ما بين العقرب والميزان، بيكونوا ما بين برجين زي ما احنا قلنا في برج الميزان. من بعد من تاريخ بقى 22 نوفمبر ل 30 نوفمبر، دول بيكونوا ما بين العقرب والقوس، بيكونوا مائيين ناريين. تمام، طبعا دي تقسيمات عشريات برج العقرب. ومن 1 نوفمبر لحد يوم 21 نوفمبر، دول بيكونوا عقرب أصلي، اللي هما بقى عقرب قوي، اللي طبيعتهم مائية جدا، اللي هما بيكونوا صفات برج عقرب بتنطبق عليهم بنسبة 100%. العشرية الأولى اللي هي بتكون من 23 أكتوبر ل 30، دول بيكونوا، رغم إن ده مش كلامنا، بس دول اسمهم أبراج محيرة أو أبراج مزدوجة. يعني في ناس بتسألني يعني إيه برج محير، يعني بتكونوا بين برجين واخدين من الطبيعة الهوائية للميزان والطبيعة المائية لبرج العقرب، بتكونوا بقى إيه مزاجيين شوية، إيه دبلوماسيين، عفويين، بتقولوا اللي في قلبكم بالصراحة، إيه مش بتحبوا اللف والدوران، دايركت، إيه بتحبوا الناس الواضحة والصريحة معاكم. إيه اللي بيكونوا بقى من 1 نوفمبر ل 21، دول عقرب أصليين، بيكونوا بقى إيه غامضين، بيعرفوا يعني هقولك ما تبقاش متوقعهم، ما يبقاش عندك توقع لتصرفاتهم، أذكياء جدا، بيقروا الشخص من وهو واقف كده، بيقدروا يقعدوا مع الواحد من قاعدة واحدة، بيقدروا يحكموا إن الشخص ده نيته منه ايه وعايز منه ايه، سواء كانت راجل او امرأة. يعني لو عاوزة تاخدي رأيك كصديقة انتي مجدعة معاكي جدا، خدي صديقة برج العقرب دي بقى، هتحطلك الخطط وهتبقى المدبرة والمرتبة للخطة اللي هتتعاملي بيها مع الشريك. صح، لو كرجل وصاحبك برج عقرب مثلا، صديقك يعني، فده هيبقى البيج بوس اللي بيخطط لك كده، وهو بيطلع منها بيعرف يحط لك الخطط وانت تمشي صح. تمام، اللي بيكونوا بقى من 22 نوفمبر ل 30، دول بيكونوا ما بين العقرب والقوس، دول بيكونوا مائيين ناريين، عصبيين شوية، بيتصرفوا بهوجائية بعض الشيء، طيبين واللي في قلبهم على لسانهم، بس برضو بياخدوا من برج العقرب حتة الذكاء والتخطيط الصح. طيب ده مش مجالنا، ندخل في سنة 2023 عاملة معاكم زي برج العقرب. السنة دي بالنسبة لكم هتكون نقدر نسميها سنة التحرر من الضغوط. خلاص بقى احنا كده ايه، السنوات اللي فاتت تعبنا، انضغطنا ماليا، انضغطنا في الشغل، احنا خلاص بقى عايزين نفك الضغط ده. اول شهرين من السنة عدوا يناير وعدوا فبراير، لان زحل هيبقى بادئ السنة معاكم معاكس، هيبقى متراجع في برج الحوت، فده في برج مائي صديق ليكم، فبالنسبة لكم هتبقى السنة بادئة معاكم بشوية ايه ضغوط من اواخر السنين اللي فاتت، يعني ها بتنتهي معاكم من فبراير، فعدوا اول شهرين من السنه، بعد كده هتاخدوا انفاسكم بهدوء. من تاريخ 7 مارس هيبتدي زحل هيبقى في وضع داعم لبرجكم، وهيديكم الذكاء والحنكه بتاعه برج العقرب كده، في ان انتوا تعرفوا تاخدوا قرارات، تقدروا تخططوا صح، تبتدوا السنه كده بتخطيط صح من تاريخ 7 مارس. الى جانب بقى ان هيبقى عندك حل للازمات، لو في ازمات ماليه بقالك فتره بتفكر فيها، هتبتدي تحط لها خطة، يعني هتظبط ميزانيتك المادية وهتبتدي تحط خطة للصرف عشان ما تبقى يعني ايه ما تخلصش اللي معاك، او عشان خاطر تحافظ على اللي معاك وفي نفس الوقت تستثمر فلوسك في حاجات تجيب لك دخل مالي اوسع. هيبقى عندك بقى تخطيط اداري للمال بشكل رائع، هتبتدي تحط خطة مالية، هيبقى تخطيطك كله من بداية مارس كده تخطيط مالي، اعمل فلوس ازاي واجيب فلوس منين واحافظ على اللي معايا عشان ما اخسرش، هتبقى خطتك اغلبها كده. الى جانب بعض مواليد برج العقرب، احتمال شهر مارس ده هيبقى بدايه تعارف على حد جديد لو عازب، وبدايات ارتباط او بدايات الانفراجات العاطفيه بينك وبين الشريك، يعني لو كان في مشاكل هتبتدي تتفرق، هتبتدي تتحل، هتبتدي الامور بينكم ايه تهدى شويه، عشان زحل داعم ليكم، هيمنع المشاكل، هيمنع الازمات، وهكذا. طيب هتحس ان شهر مارس ده بتبتدي توصل لاهدافك، هيبقى عندك اراده وتحكم بالنفس رهيب، وهيبقى عندك حكمه
في التصرفات معاك، سواء شخصيا في المواقف الحياتية أو العملية، أو الأزمات المالية اللي مريت بيها الفترة اللي فاتت هتبتدي تظبطها بقى، وده هيخليك تستقبل السنة كده من بعد مارس بانشكاح بقى ومبسوط، السنة معايا حلوة خلاص، فلوسي متظبطة من مارس، هبتدي أدخل السنة كده وأنا مبسوط. زي ما قلنا شهر مارس هيبقى فرص حلوة للارتباط، لأن المريخ هيبقى في منزل الحظ عندك من 26 مارس. عندك فرص لانك تحقق مكاسب ماليه، ممكن مشروع بقالك فتره متردد انك ها ابدا فيه ولا لا، يلا ابدا فيه. فشهر مارس بيقولك يلا ابدا، استعد، خططت الشهرين اللي فاتوا بتوع بدايه السنه، نفذ. شهر مارس ده شهر التنفيذ بالنسبه لك يا برج العقرب، منتظر قرار بخصوص ترقيه او تكريم، او منتظر قرار سفر يجي لك ممكن في مارس تتسهل معاك. عاوز تقدم في وظيفه الاحلام، قدمها في شهر مارس، هيجي لك الرد، او هتبقى الامور متسهله معاك عكس السنوات اللي فاتت. برج العقرب بقالهم 3 سنين تعبانين، خاصه من الناحيه الماديه، يعني الامور معاهم معقده حبتين بسبب عكوسات بس شويه كانت فلكيه دايره معاكم الفترات اللي فاتت. تمام، نبتدي نقول بقى من عندك. من تاريخ 17 مايو المشتري هيبقى في بيت المدخرات. بيت المدخرات ده اللي هو ايه؟ هيبقى في برج الثور. زي ما قلنا هتبتدي تحط بقى، هتحس ان انت امنت نفسك ماليا من الخطه اللي حطيتها في مارس. هيدخل عليك شهر مايو، هتبتدي بقى ايه؟ تشغل فلوسك، ادخل شراكه مع صاحبي، ادخل افتح خلاص بيت واتجوز، اللي منتظر مثلا يحط فلوسه في حاجه تخص البنوك مثلا وتجيب له فلوس بعد كده كويسه، اوكي. اللي عاوز يشتري شقه يلا، اللي عاوز يشتري عربيه، اللي عاوز، يعني هيحس ان فلوسه بقى في امان مادي، هيساعده بقى ان اي حاجه كان مأجلها هيبتدي يجيبها او هيشتريها او هيبتدي يدخل فيها وهو مطمن، عشان الامان المالي. الخطه الماليه اللي هيبقى حاططها لنفسه من شهر مارس. والمشتري في برج الحوت اصلا، عفوا، في برج الثور الترابي، هيبقى داعم ليك في ان انت تخطط لمالياتك بطريقه صحيحه. ده هيساعدك بقى طبعا ان انت تستقر وترتبط لو انت عازب، ولو انت بتزوج هيساعدك انك ايه، نفسك في اطفال، هتجيب بقى اطفال وانت مش شايل هم كده ايه المستقبل، او مش شايل هم الظروف الماديه اللي كانت معقده معاك. طيب ندخل بقى كده نشوف شهر شهر معاك في السنه دي هيبقى ازاي. طيب شهر يناير يا مواليد برج العقرب 2023 هيبقى معاكوا ازاي؟ الشهر ده هيبقى عاطفي شويه معاك. انت هتبتدي السنه كده مستني اعتذار من حد زعلان منه، تمام، وبالاخص حبيبه. يعني ممكن المرتبطين من برج العقرب ممكن يكون منتظر شريكته تصالحه او تعتذر له او تصلح العلاقه معاه، وهو بيراقبها وهي بتراقب، بس واضح كده ان هما الاثنين ايه، هيشوفوا رؤيه او احلام، او لان برج العقرب معروفين ان هما روحانيين ومستبصرين اصلا وعندهم حدس عالي، فهيشغلوا الروحانيات اللي عندهم كده، هيقولوا انا حاسس ان لو كلمت يعني لو رجعت العلاقه مع الانسانه دي هيبقى الموضوع فيه خير. فبعض منكم هيروح بنفسه يصلح العلاقة دي ويرجعها تاني لأنه شاف فيها خير ليه. والبعض منكم دول، أعتقد الكلام ده بينطبق على العقرب الأصليين اللي هما من 1 نوفمبر ل20 أو ل21. العشريات بقى الأولى والتانية اللي احنا اتكلمنا عنها في بداية الفيديو، دول هينتظروا الشريك هو اللي يجي يصالحهم، لأن عندهم طاقة العند عالية، اللي هو أنا هطنش وهتجاهل، الشريك ده لو عاوزني هو اللي يصلح ويعتذر ويرجع العلاقة دي معايا. والشهر هيختم معاكم بعودة هذه العلاقة، سواء اللي منتظر اعتذار هيجيله أو هو هيروح بنفسه يعتذر، والعلاقة هتكون فيها خير ليك. على الصعيد المالي في خبر